تم وصول الرسالة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 32 طن. فإنه في هذا اليوم المبارك تقبل مديرية أوقاف الأقصر الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي. هذا تكون محافظة الأقصر ومديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت 6 دفع من هذا المشروع الطيب بما يقرب من 24 طن. وصلت إلى مديرية أوقاف أسوان حمولة 4 طن، وبهذا يكون قد وصلت هذه الحمولة الدفعة السادسة، ليصبح إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف أسوان 24 طن.